السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال؟ أتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم قناة أرتي فاشن، قناة مختصة في الملابس وكل ما يخص الموضة. اليوم مباشرة من المحل الموجود مدينة الجديدة، شارع جمال الدين الأفغاني الجديدة. أنا نوريكم باب المحل هذا. مرحبا بكم، وكيف العادة لأول مرة يزور القناة ديالنا، كنتمنى منكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود بالأحمر أسفل الفيديو، كذلك تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم الجديد ديال المنطوات كساوي ديال الكشمير، خصوصا أن جو البرد قرب، فقلت نجيب لكم الجديد ونوريه لكم في هذا الفيديو إن شاء الله. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر، وكنتمنى منكم تضغطوا على زر الإعجاب باش الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتتبعين. نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. أول موديل معنا مونتو كشمير، كيف ما كتشوفوا فيه الطرز من الفوق، السلسلة ديالو فيه كذلك هاد الحزامات اللي كيقادو المقاس، حيت الأغلبية كيبغي المونطو كيكون واسع كاين اللي كيبغي يكون مزيرو، فهاد الحزام كتقاد لك المقاس على حسب الموديل اللي بغيتي. بالنسبة للقب كذلك فيه القب مع الفورير زوين وديال الشتا، الخامة ديالو كشمير سخون، واخا ما غليتش ولكن سخون بزاف على شهادة الزبناء اللي خدوا منهم. فيه الالوان، فيه البلو مارين، فيه البيج، فيه الموف. انا نحاول نوريكم موديل الالوان ديالو، هذا اللون ديالو الثاني، شتو في الموف، التوب ديالو غزال، سلعة مستوردة من مصر كما العادة، وعندنا الفرع الرئيسي بمصر وهذا الفرع الثاني اللي موجود بالمغرب مدينة الجديدة في السعادة. وكذلك كنخلي لكم دائما الأرقام ديالنا أسفل الفيديو، كنخليها لكم في صندوق الوصف، الرقم المصري والرقم المغربي. لأي استفسار صيفطونا في الواتساب وإن شاء الله غادي نجاوبكم في أسرع وقت. اللون الثاني شو كيف الشيء، كيجي غزال في اللبسة. كذلك كاين لون الزيتي، زوين بزاف الصراحة وعملي وكيجي كلاس وسبور او ميم طون، زوين. ندوزو الموديل تاني، هذا موديل سبور اكتر، فيه كتبة سامبل في الجناب كذلك في الكمام. نوريها لكم لا كولور كيف ما كتشوفوا، الزيتي مع البيج اصلا كيجي خطير، الزيتي مع البيج من الالوان اللي كتكون متناسقه مع بعضياتها. حتى هو التوب ديالو كشمير، كشمير رطب وخفيف ولكن في نفس الوقت دافي بزاف. المقاسات ديالهم كيبداو من لارج اكس ال دوبل و 3 اكس ال، نفس المقاسات. بالنسبه للثمن ديالهم ثمن رائع 390 درهم هذا الموديل وكذلك الموديل الاولاني، كنظن الثمن جميل ومناسب جدا. هذا الموديل بقى فيه هذا لاكولور الكشميري، انا نوريها لكم. كشميري مع الأسود، ندوزو للموديل الثالث.
اللي هو عبارة عن غوب فستان من الكشمير، فيها حجيرات، كتجيب حزام واسع من تحت، هم الكمين ديالها، هو من بعيد كيف كتبان، كتجي زوينة. وكذلك عملية بالحزام وبالبوشيت اللي من الكشمير، كذلك فيها نفس لو ستيل اللي كاين في الصدر ديال الموديل، زوينة وعملية جدا جدا. الثمن ديالها 360 درهم بالبوشيت ديالها. لا كولور اللي بقات فيها الثانية نوري عليكم، هاد الموف نقرب. وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب باش يوصل الفيديو لاكبر عدد المتتبعين، كذلك ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تابعوا معنا الفيديو للاخر، ان شاء الله غتلقاو موديلات اللي غتنول اعجابكم. الموديل الرابع معنا الاكثر طلبا هو الموديل ديال مونتو كشمير، شوفوا الصدر ديالو بالطرف وفيه الاستراس الحجر في الجيوب في الجناب، كذلك الطرس في الكمام بالقب ديالو. عليكم السلام. موديل جين ستيب كيجي فيه اللوينات، عندك هاد لا كولور والكري اللي ما بقاش، غادي نوريكم اللون الثاني ديالو اللي هو هذا مارو، كما كتشوفوا الطرز ديال الشجر الجيوب من برا، الكوب ديالو رائع 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 رائع، كشمير خطير خطير، وكذلك في الكمام. وبزاف صراحة اللبسة كيجي خطير. كلش الموديلات ديال لي مونتو نفس الأثمنة 390 درهم، الموديلات ديال المونتو كلهم 390 درهم. هذا الموديل اللي معنا التالي مونتو سامبل، فيه دو كولور تخوا كولور، فيه لو موف مع الموف غامق وفيه لو نوار. الناس اللي كيفضلوا لو نوار وذلك، ولكن هذا الموديل من الاحسن انه دخل فيه كولور اخر باش يفتح شويه لا كولور. كما كتشوفوا في الجيوب ديالهم في هذا الحزام نازل طويل نازل طويل تل تحت، كيجي زوين في اللبسه المحجبات والغير محجبات. كذلك الثمن ديالو داير 390 تقريبا، نفس لي طايف في جميع الموديلات، فيهم اللارج الاكس ال والدوبل والثلاثة اكس ال، المونطوات كلهم دايرين 390 درهم. الخامة ديالهم كشمير، سلعة كلها مستوردة من مصر، يعني سلعة رائعة وما تخافيش منه لا يتحبب ولا اللون ديالو يكشف، يعني كيبقى معك شي حاجة زوينة وعملية وشيك في نفس الوقت، وكذلك الثمن ديالها مناسب جدا جدا جدا. كنتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم ينول الاعجاب ديالكم، ولاي استفسار غتلقاو الرقم مصري ورقم مغربي اسفل الفيديو، كذلك غنخلي لكم صندوق الوصف الصفحة ديالنا في الفيسبوك، قناة تيليجرام بالنسبة لنا الجملة، رقم الواتساب المصري والمغربي. لاي استفسار راسلونا ان شاء الله غنجاوبكم في اسرع وقت، وكنرحب بتعليقاتكم باستفساراتكم كذلك في التعليقات غادي نجاوبكم. وشكرا لكم، شكرا لكم لدعمنا، وما تنسوش قبل ما تقفلوا الفيديو تضغطوا على زر اعجاب، وفرجة ممتعة، وشكرا لكم بزاف.